نروح لفقرة الصور يا كابتن. ماشي يا احنا حبيبي كل مرة بيبقى في صور مختلفة طبعا حضرتك عشان ضيف دائم دائما ونجم البريمو كابتن رضا عبد العال، حبيبي، ربنا فالصور يخليك. هتبقى مختلفة معانا المرة دي. طيب نبتدي بأول صورة كابتن عفت نصار. الوحيد اللي في جيلنا كان يحترف، لأن في كل مواصفات لعيب الكرة الحديثة، بس هو أثر في حقنا. طب رأيك ايه في تصريح ليه ان هو في بعض المباريات ما يعني هو حر بقى؟ الزمالك ما احنا بنقول لك الفترة دي كله بيقطع ويجيب الأحياء والأموات والكلام ده، هو حر، هو طيب يتحمله. طيب كابتن طاهر أبو زيد، مارادونا النيل ده لازم الفترة اللي جاية يبقى له دور في الكرة المصرية، كإيه؟ يا رئيس اتحاد الكرة يا إما رئيس النادي الأهلي. تمام، اتفضل كابتن جمال عبد الحميد. ده اي حاجه كنت تعملها من بره ال 18 جوه ال 18 دماغه حاضره. يعني بعد الكابتن علي ابو جريشه، انا اتفرجت على الكابتن علي ابو جريشه بس طبعا مش كتير، احسن واحد جه في مصر يلعب هل بالفار. المفروض ان يبقى ليه دور في نادي الزمالك كابتن؟ والله بس انا مش ماسك عشان اعرف يعني لا اقول. يعني كنجم كبير طبعا طب اي حد لعب لبس سلاله الاهلي والزمالك لازم يبقى له دور في النادي. طيب كابتن طريح. كابتن طارق طبعا هو حبيبي الفترة الأخيرة، بس يعني هو دلوقتي بالبلدي كده ملطشت الشغل. تمام، كابتن علي كابتن خليل علي طبعا خليل. طبعا ده رمز من رموز، وأنا قلت للمستشار مرتضى لما أنا قابلته قلت إن الراجل ده بره في الامارات وفي السعوديه عارفين قيمته، وبيروح كل شهر حاضر للناشئين في الامارات والسعوديه. فيها ايه لو ده جه مسك قطاع الناشئين؟ هيطور الكره في نادي الزمالك. طيب ابراهيم صلاح قبل ما يسافر السعوديه كان من احسن الديفندرات في مصر، بعد ما جه حاجه تانية خالص. احمد فتحي طبعا لعيب من اللعيبه اللي هي تقدر تقول عليه جوكر، يعني يلعب مساك ويلعب بكرايت ويلعب ديفندر في نص الملعب. النادي الاهلي خسر، لان انت الفتره اللي جايه بتاعت النادي الاهلي دي مش هتلاقي لعيب بالحماس ده. عبد الله السعيد نضج جدا في بيراميدز، يعني انا ما كنتش مقتنع بيه في النادي الاهلي لان كان فيه نجوم كتير، بس لما راح بيراميدز لا حاجه تانية. وانا على فكره كنت دايما بنتقده على طول، بس هو الاداء اللي بيأديه في بيراميدز بيلعب هداف بمزاج، الدوري حتى الان. بيلعب بمزاج بقى تمام. انت واخد بالك. طارق حامد، طارق حامد انا قلت لازم يطور من نفسه، يعني الكوره اللي هي متاخده ان هو يمسك ويضرب والكلام ده لا، لازم اشوفه بيشوط على الجون وبيعمل سروهات وبيطلع ورا الفيرويد، هيبقى زي الديفندرات اللي هي في العالم دلوقتي اللي هي ما بقتش. بس كابتن فاروق جعفر ده مثل الاعلى ونقزك من الاسم ومشاني من نادي الزمالك. مثل الاعلى، انا مهما حصل انت عارف ده اللي حببني في الكوره اصلا.